هذه قصة جزائري مغترب جاء مع أسرته لقضاء عطلة الصيف مع عائلته في بن حوى بولاية شلف، لكنه عاد إلى بريطانيا بين الحياة والموت. مسؤول سابق في الدولة أطلق عليه النار لسبب تافه وأصابه بستة عيارات نارية. عاد نبيل إلى ديار الغربة بعدما تم استئصال كليته، وهو يحمل في قلبه همًا وغمًا وألمًا، وأيضًا سؤال كبير بحجم جبل: هل ما زال في الجزائر أشخاص يطلقون النار على مواطنين عزل بدم بارد ثم يفلتون من العدالة؟ قال لك غدوة من ذاك تلقوه راهو في داره. الزميل عادل العزيزي تنقل إلى بيت الضحية في ضاحية وولتش جنوب شرقي لندن للتعرف على تفاصيل القصة المأساوية. مشاهدي الأفاضل، سلام الله عليكم وأهلا بكم معنا. اليوم رانا في منطقة وولتش موجودة بالجنوب الشرقي للندن عاصمة الضباب. اليوم رانا موجودين هنا لزيارة واحد من الجالية الجزائرية اسمه نبيل. نبيل هو ميكانيكي معروف في هذه المنطقة خاصة من قبل الجالية الجزائرية. هو ميكانيكي بارع، الناس تقصدوا يعني باش يصلح لهم السيارات تاعهم. علاش جينا عند نبيل؟ نبيل حياته انقلبت في الجزائر. كي راح هذا الصائفة الجزائر صائفة 2016 في عطلة صيفية تلقى ست عيارات نارية من عند جاره. جاره يقول أنه هو إنسان نافذ في السلطة، كان مستشار في الرئاسة ومقرب من أويحيى مدير ديوان بوتفليقة. ست عيارات نارية موزعة على كامل جسمه وكلفته كذلك كلية. الآن حياته كما قلنا انقلبت، العمل تاعه ضيعه وحياته راهي صعيبة. باش نتعرفوا عن قرب عن المعاناة تاع نبيل الآن بعد هذه الحادثة، خلونا نتبعوه الآن وهو يحكي لنا بالتفصيل ونشوفوا ونتعرفوا عليها مع بعض. تابعونا. السلام عليكم. كما قلنا لكم مشاهدي الأفاضل، احنا رانا مع سي نبيل. سي نبيل هنا اللي تكلمنا عليه هو ميكانيكي يعرفوه هنا في منطقة وولتش ومنطقة لندن كلها، لأنه الجزائريين معظم الجزائريين في الجالية الجزائرية يجوا عنده يخدموا السيارة تاعهم ويصلحوا السيارة تاعهم. لكن الحادث اللي تكلمنا عليه مقبل واللي كلفوا كلية تاعه أثر على حياته، احنا باش نتعرفوا عن قرب عن واش جرى فعلا يعني في حياته، نعاودوا نولوا برك نشوفوا القصة تاعو في بني حواء كيفاش بدات. سي نبيل مرحبا بك. مرحبا بك خويا عادل. قولي كيفاش يعني الحادث هذاك، كومون تو ديسيدي دابور انت كل عام تعرف في الجزائر مع الدراري والاخر، كيس كي سي باسي ريال؟ واش كيما تعرفوا عادل، هي كيما الحكايه دوك راهي ولات الناس كاع على بالهم بها، يعني ماشي هذه الحكايه الاولانيه، وما الناس تسمى شقلت يعطيهم الصحه كاع تسمى كانوا معايا والحق كاع يطولي هي الحكايه كيما تشوف. حنايا رحنا عادي كيما الناس كاع، رحنا لبلادنا نشوفوا موالينا باكونس، رحنا نجوزوا الصيف. مانيش عارف كيفاش ولات هذيك البلاد يا خويا، ما واحد يروح يجوز باكونس ما تولي ماشي مأمن كاع، ماراكش اون سيكوريتي تما، ما تو مومون تقدر بالك تصرا لك حاجه ولا انت. نحن هوليك قالوا لي سي كيستون، انت قلت ديجا قلت ستاسيونمون، انت قالوا لي كاريت قدام الدار تاع الدار كان هو دارنا وسرا. هي ماشي دارو ديجا، ماشي قدام دار، هي طريق. ايوا هي طريق، هو الدخله تاع احنا، انا دارنا قبل دارو. أيوة. انا وين كنت مقاري بابنا قبل بابو. تسمى أيوة. انا وين كنت مقاري متر على بابنا، على بابو واحد 5-6 مترات. تسمى شكون بابنا هو تسمى الطريق اللي باش يروح لدارو، فهمت كيف؟ هي هاي اللي كيفاش باش واحد يفهم. وقاريت نورمال حنايا باسكو ديجا انا اصلا ما كنتش على بالي كاع بلي كان تما، باسكو ديجا بورطايل كبير مغلوق، وجينيرالمون كيكون تما يخليه محلول،
يخلي هذاك بورد المحلول نعرفوا بلي راهو داخل خارج. هذاك النهار 10 تاع الليل، الليل البورطاي مغلوق، ما درتش في بالينا كاع بلي ما يا سيدي حتى ولا ديرونجيت ولا يخرج. كنت تمتم يعيط لقى نحي الطوموبيل ولا صوني ولا نخرج نحي راني في الدار ميم با دو مينيت. من بعد مانيش عارف مانيش عارف، انا خرجت انا خرجت باش نحي الطوموبيل يعني ماشي بس قلت له ما نحيهاش باسكو ما تقدرش طريق هادي وحاب يخرج ما كانش لي هادي واحد واسمو ما يقول له خرجت باش نحيها. هو ديجا ما كانش في بالو كاع تسمى طوموبيل ولا مانيش عارف كيفاش كان يخمم. انا بور موا في هذيك مانيش عارف واش كان عنده في راسو جوستومون كي واش كان عنده في راسو اسكو سي اون ان يعني ورفض الكره سيد جبت السلاح وديره يعني واش نقول الخلفيات. انا دوك انا اسمح لي عاد اخويا دوك انا ولا عنده كره انا ما عندوش مشكل معايا. انا ما راهو داقمي ما راهو تيجي في اللاج ما نعرفو ما تعاملت معاه من قبل عندي قال مشاكل معاه ولا ما نعرفوش. انا العام الاولاني وهذاك نهار العام اللي شتو ما نعرفوش انا من قبل السيد ما من قبل ما كانش عندي معاه مشكل. ما كي شتو من قبل ما كان عندي حتى مشكل. تلاقيت معاه وهضرت معاه جونتيمو وكان عندنا واحد اللي اسمه ودا قال لك واحد الحيط واسيهولي وكذا منا قلت له يا با بروبليم. هضرت مع الماسون باش يجي يديرو ما كان حتى بروبليم. هي هذا النهار تاع الباركينغ انا اصلا ما على باليش واش دوروا واش خلاه يخمم هذاك التخمام. واحد ما على بالو دير لها بوان دانتيروغاسيون كيفاش باش توصل تجبد سلاح وتيري على واحد حتى وين توصلوا للموت على جال الباركينغ. باسكو انا باش تقولي عنده حاجه من قبل ولا عنده حاجه من قبل ما عندوش معايا. عنده حاجه من قبل يروح مع اللي عنده ولا افر تاع ارض ولا كاين العداله. كاين العداله يروح العداله ولا دوك انت عندك حق في حاجه روح العدالة تعطيك حقك. وانا انسان ماني ما خطيه كان انا جاي نجيب الصيف اديها كاع هذيك الجهه انا ما نسحقهاش ولا باش ترجعني انا في هذا الموسمو ولا نجي باش نقعد خايف وبالك وكذا ما نجيش. بس في اللي لا فامي واسكو يكون هو وليد عمي هو وليد عمي ما تسمى من من لا فامي تاعي ما وليد عمها تسمى هي ديجا هذيك الارض هذيك شكون تاع جدودنا كاع منهم باباه تسمى باباه وجدي وذا وجدي كي توفى الله يرحمه قبل ما يتوفى ديجا حنايا نشفوا ملي كنا نروحوا بكري لهذيك البلاصه عدنا جهتنا جدي طاح لنا هذيك هي الله تعالى اللي برينا فيها وعبو خوالي وكذا حنا نروحوا ما بالقدر ما كان حتى واحد اللي درنا لك ولا قال لك لي حقي ولا بصح هذا جا بطريقه واحده اخرى ديجا ماشي عينو كاع في هذيك الارض ولا عينو مشكل تاع الارض. واحد ما على بالو واش راه عنده في راسو واحد ما على بالو واحد تما ما يقول تسمع السيد راه عنده مشكل باسكو نحينا له هذه الحاجه هذه يسمع ما كنتش فشرا على جال لا كان والو. انا نقول لك عاد الماء كان حتى بروبليم ما كان حتى بروبليم في تما تاع شراع ولا قدامنا ما كاش كاين الارض تاع جدودنا بزاف تما مازال ما قسموهاش راهم مع الوسمو باش يتقاسموا على مبيض ماشي شراع تسمى يديروا فريضه ويتقاسموا يتقاسموا على مبيض عادي ما كانش عادي ما كانش ما كانش لا نو 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 راهم يديروا في لابروسيدير هذه يشوفوا كاع واش كاين الارض واش كاين الفاميليا وبعدا يقسموا على حسب واش يقول القانون اللي عنده حق يديه واللي ما عندهمش هما كاع عندهم باسكو الارض كبيره وكاع عندهم حق يديه تسمى ماشي قال حاجه اللي توصل عليها تسمى العداوه ولا تسمى. احنا ديجا اصلا احنا نروحوا تما في الصيف ماشي راح نسكنوا تما احنا ولا انت كنت ما نعرفوش وجامي جامي يافير على المياه انا جامي تعاملت معاه لكن هل لحقات كان كلام عليه انه جبد سلاح من قبل واستعملوا مع ناس واحد اخرين؟ انا شوف اصلا تما ماك واحد ما على بالو بلي مسلح تما في هذيك القريه الدشره هذيك اللي كنت فيها واحد ما على بالو بلي مسلح كاش اللي قال لك بالك مسلح ولا عنده سلاح ولا انا جامي سمعت واحد قال عنده سلاح. انا ديجا كي جبد لي سلاح ما كنتش نستنى انا كي جبد لي سلاح حتى الموج شفت سلاح حتى ما درتش في بالي بلي راح يثير عليا ما درتش في بالي باسكو ما عندنا خلاف اللي تسمى نوصلوا باش نجبدوا سلاح وما عندك حاجه اللي باش تيري عليا. انا دوك قلت لي انت باركينغ وانت راك زيد في الهضره وتعيط وتواسي ودمنا بون كانت هضره بالفم هكذا يا كان وانا مالو كان تسمى شخوت له هضره جبد نحي وخلاص ونعم بليس وما كان والو وخلاص هذا باسكو زدت مع الهضره نتاعك. انا كي شوف كي خرجت عاد كي خرجت من الباب رحت ديرك للطوموبيل باسكو انا على بالي بلي هو شويه تاع مشاكل عنده مشاكل مع الناس وتهضر عليه الناس بلي انا باش في تي راه ديرك للطوموبيل طلعت
انا معلق على اتجاه هو فتح الباب تاع الطوموبيل، فتح الباب تاع الطوموبيل وبداني واللورد وهادي ونزين سي الطوموبيل هنا نحرقها وقدام شكون بدا يواسي فيها بدا يزيد فيها. انا بعد تم خرجت عادي ما نكذبش عليك، خرجت من تما قلت له كيف انا ما عنديش حق نقاري قدام بابنا، ها هي بابنا وراني حنشارجي وين قاري طوموبيلتي هنايا 100 متر باش نبدا نروح نرفد على جالك انت ما على باليش مين باولا راك هنا ولا ما راكش هنا. ايوا على هذه السكاره هذه واحد ورانا فاميليا تانيك هذه فاميليا قالوا باللي قريب من خويا يحيى صح كاينه. انا يا على حسب ما سمعت انا يا هكا ما يقولوا. انا عاد شوف راني انسان شوط راني ضيف عندهم ضيف انا هذاك الانسان ديجا هذا الانسان باش تعرف الحقيقه تاع حياته ما كانش يجي ما نعرفوهش كان عايش في الجزائر ما نعرفوش انا احنا يعني هو تاني دار زعما ميزون فاكونس يعني ماشي كيما هو كان دايرها زعما هكذاك ميزون فاكونس هو عنده بالك دوكا واحد لي 2 3 على باليش شحال اكزاكتو بصح بات لي 3 باش بديت نسمع عليها كاين واحد واسمو الميلود ولا ويجي وما هذه ما كانش مام حنايا ما كانش ما عنده معنا بروبليم كاع. ومن بعد كيفاش وقعت قرص عليك احكي لنا الديتاي كيفاش قرص عليك كيفاش دير يا انت دوكا ولا راه باك هاد الحكايه هادي انت الموش قد حكيناها باك توصلت شوط خلاص عينا منها يا لكل حال ماشي باش ما نحكوش عليها بصح الناس سمعت بها بزاف هي السيناريو نهضروا على السيناريو تاع هذيك الليله اكثر من اللي تير عليك فهمت القلب اللي كان عنده اكثر من اللي تير عليك. انا ما تهمنيش تير عليا، انا اللي يهمني كيفاش كان هذاك السيناريو هذاك العياط يماك مرتك ولادك فاميلتك يجيو كاع ويعيطوا يشوف عاد اللي يشوفوك انت باللي واحد تير عليك بكابوس ما راح تموت خلاص عاد ندو داخل ماشي غير تير عليك يدك هاك شاد في يدك ولا شاد فيك ترشك هنا تحت قلبك خلاص عاد تسمع انت تو مومون دوك تحبط. تعال في استوار هذه فاش عجبتني الحكايه الاخرى تاع نحيت له السلاح كيفاش كنت نحيت له السلاح عاد لحقت لواحد البلاصه تاع اللي ما نقدرش نولي اللور خلاص قلت لحقت هانكوان تاع اللي راهي هكذا هي تيري عليا تسمى دوك هذيك بالك هذيك هي الحبه الاخرى هذيك بالك يحطها لك في بلاصه تاع وين ما لازمش تحبط كان والو ما قدرتش خلاص ما تسماش قلت لا شقلت كي ماشي انا ما كنتش شفت الكاب باسكو الليل صوتيت عليه هو هذه في الليل ليه كان الليل 10 تاع الليل وحنا هذيك الجهه شويه مظلامه ماشي تسمى ما كانش لي كليراج بيبليك وكذا مازال كاين كل واحد داير شويه ضوء قدام دارو هكذا في الليل ضوء قدام دارو انا كي رحت ل جيت راح نروح لواحد الدار هذه تاع خالتي على كل حال ترايح لتما لحقت وانا عباك عاد مع ديك لابانيك ماشي كيما واحد يكون الاز دوك انت الاز تخمام تدخل من طبطب من تشوف من اي السلام عليكم واحد يجري مورا واحد راك ديجا انا اصلا راني كاع مبردي دم ضرب ديجا خلاص ما تقدرش مين فتوقف كانوا ديجا فيا 5 حبات فهمت الور كي لحقت لتما لحقت لواحد البلاصه مع الاول قبل منها ثاني طبطبت واحد الدار صار مغلوقه وشتو جاي جاي ليا حافظ هكذا جاي ليا تيرمو لا بانيك ما عرفتش وين نروح كاع هو كان يجري ولا كان يمشي الاس يمشي الاس شوف عاد القلب بارد انا هذيك هي اللي راهي عبك وشنو ما خلاتنيش نتحملها القلب اللي كان يمشي به ماشي تاع انسان واحد لي كونسيون وعلى بالو بلي راهو بين فاميلي سي كونتري لي كونسيون ما تقدرش لي كونسيون جايب ما تقدرش انا عبك كي نيماجين كي نوازين شقلت مانيش عارف جيب واحد بلا قلب تنحيه له كاع بريميديتاسيون على بالو شنو يدير على بالو شنو يدير انا محيرني هنايا كيف انا يا ما درت لك والو تجري موراي هكذاك بلا رحمه الناس نسى يماه مرتو يجرو يحلوا فيه كذا حتى مرتو كانت لا مرتي تسمى انا يا تسمى مرتي لا لا هو فاميلتو واحد وحده كان وحده هو المفيد نقولوا الحكايه تاع اللي شديت له الكابوس قلت لك لحقت تما بعد هربت بون هكذا تبعني تبعني كي لحقت هذيك الدار اللي طول راني نطبطب باش يحلوا ليه هو زاد جا داخل هذيك شغل تان باس شغل كولوار هكا صغير فيه باب تدخل باش تروح للباب البرانسيبال كي لحق تما ما حبوش يحلوا الباب أقول هو الحق كي هو الحق ما حبوش الباب انا شغل صوتيت عليه كي صوتيت عليه جات يدي في الكابوس انا باسكو الليل مانيش نشوف هو ما مش خط مانيش ما نقولوا راني نميز ونشوف ولا شخط ويد شخط بلا ما نخمم كاع شخط ما كنش صوتي عليه شديت الكابوس تير عليا في هذه اليد ذكرى سيئة وأليمة حملها نبيل معه إلى بريطانيا
لن تمحوها السنين ما دامت الجراح غائرة والرصاصات الغدرة أدت إلى استئصال إحدى كليتيها، كما يوضح هنا في حوار مع موقع ألجيري فوكس. قناة المغاربية كان لها حوار مع نبيل يوسفي وهو في الجزائر، وهكذا أصابته نيران مسدس مستشار الرئاسة، لكن عناية الله كانت أسبق من رصاصات الغدر التي اخترقت جسده. يعني الحصان والروبورتاج اللي عملناه مع قناة المغاربية، يعني نطلب منهم يجوا عندي ونتكلم معهم باش نحكي لهم باش الناس تسمع بقصتي عن طريق قناة المغاربية. ومن بعد واش درت؟ ومن بعد خلاص، ومن بعد كنت الكابوس وليت معاه شقط نتعافر. وانا شوف تما تالمو هذيك الهضره مزات لي في راسي، مع لي هكذا نتعافر معاه واش يقول لي؟ خلاص هيا سي بون دوكا، هيا خلاص سي بون عادل. هاد الكلمه هادي شوف تقعد لي في راسي ما تتنحاش. بورتون شوف كاين بزاف صوالح اللي كثر منهم، بصح هادي شخط مانيش عارف شخط هو تاع يا خلاص سي بون انا كملنا. ومن بعد تما كي تلق الكابوس راني طلعت نجري، شخط واحد طلعه صغيره طلعت نجري، كان عندي نسيبي تما بالفوركون، حلوا لي الباب تاع من اللور هكذا ورميت روحي تما، طحت لتما من اللور دمو مات بارتو في هذاك الفور. داوني ديريكت رحنا لابريكا تاع بني حوا، عطينا لهم السلاح هذاك. بعد انا بعد ما نحوش نفهم واش راهو يصرا خلاص، انا شفتهم بون حق نهار مازال لي كونسيون لابريكاد، سمعتهم يهضروا قالوا هذا فيسبوك تعلال وقدامنا، والفورغون كمل. من بعد خلينا معاهم تما واحد في لابريكاد، زادوا حطوا خوالي وجاو الناس لابريكاد، وانا من بعد نزلت تما للسبيطار. كاين ديسبونسير تما يعطيهم الصحه على كل حال تاع بني حوا، هما اللي تما لي صوان الاولانيين الحق داروهم كيما لازم الحال، لي راديو كدا خيطوني حبسوا لي الدم لي باين هنا على برا في راسي في يدي في رجلي، بصح تاع الداخل لازم لك اوبيراسيون باسكو هذيك تاع الداخل ما يقدروش، ماشي هو اسمو تاعهم، والحق لومبيلونس وكدا وارجونس كدا لو شرشا ديريكت سيدي غيلاس، لحقوني للسبيطار تاع سيدي غيلاس تما. وتانيك سن بزاف نشكرو السبيطار تاع سيدي غيلاس، راه بزاف ومنهم دكتور عباسي يعطيه الصحه. وشنو تانيك يا اخو؟ كيفاش دخلت لضحيه الكليه ولي زومبيلا؟ انا ما عندي حتى ديسيزيون هذا، انا كنت تما كما يقول لك في غيبوبه خلاص، كي لحقت السبيطار تاع سيدي غيلاس لحقت بالاتونسيون 4.6 ولا هكذاك، الاتونسيون خلاص ما كاش حب الدم كاع راح كاش، راني يعني كيما قال لك بحليتك شكون تولي بيسين. ايه وصلوا لي تصاور بيان سور في السبيطار الفرونجي جوبونس، بعث لي تصاور شتي شوكي الحق. انا بو الطبيب قال لك باسكو ما عندناش الوقت حنا ديجا باش نديرو لك سكان ونشوفو، لان ديجا انايا كي حقت تما نسمع في الطبيب يقولهم ما عندناش الوقت هذا لازم نوبيريوه ديريكت، ما نسمع فيه ديجا مع اللي لحقت واحد بلاك ميم با سامينيت ديجا بداو يديروا لي في هذوك التيوات هنا تاع القلب تاع هنايا خلاص البلوك ديريكت. هو هكذاك واحد مالك 10 مينيت ماكسيموم، ميم با 10 مينيت ما عند ملتم خلاص وليت ما نشفاش، داروا لي لانستيزي وكذا منا طلعوني من البلوك. وفي البلوك انا على سامع يحكي من بعد الطبيب كيف فتحوا كذا صابوا باللي راه نقاس شو تبارسات فيه قال لك ما عندناش الوسمو، قال لك الحمد لله اللي جاتك هكذا، يعني على كل حال تقاس شويه قال لي المصران تقاس لك، قال لي بصح هذاك سيري انا شو تخيطوه شويه، قال لي هذاك نورمال، قال لي بصح لوران اللي جات ضربه فيه ديريكت. جراح غائرة تركها الموظف السامي السابق في رئاسة الجمهورية في نفوس أفراد عائلة نبيل، ليس هذا فحسب بل في بلدة بني حواء بأسرها. كي جازوا عند لا بريمير فوا جازوا عند قاضي التحقيق لوجوج دانستركسيون، كاين دي جون كاين دي تيموان جوزهم دي تيموان، مي ابري معنا كي شفت افوكا لافوكا قال لك نو سي دي جون كي نو با كي اون اسيستي لو بروبليم هذاك، سادي لاكسي ماشي لاكسي تاع لو كريم هذاك، قال لك اون فالي كونسيديري كوم دي فيكتيم فوالا كوم دي فيكتيم ماشي دي تيموا. عاودوا ثاني عيط لهم جوج دانستركسيون داروا تصريح واحد اخر، اي بان جازو كوم فيكتيم، منهم كاين يما كاين خالتي كاين وليد خالي، دونك كاين 3 فيكتيم بلس لو فيكتيم بلس لا فيكتيم برينسيبال،
صافي ربعة، ولي تيموان كاين ربعة ثاني واحد اخر، يعني شيء يعني هذا مستحيل الانسان هذا يقعد برا. الانسان هذا اللي العشية هذيك جا للجزائر وغدوه من داك سمعنا باللي راه هو زو كونترول جوديسيير وكل نهار يروح يسيني عند لا جوندارميري. انا كي تكلمت مع لافوكا قال لي هذه مستحيل ما تكونش انترفونسيون من الفوق، هذه لو كان جا شعبي وكان يخبيوها ما يسيبوش كاع. احنا الان نطلبوا السلطات تدخل، يعني ما مستحيل نسكتوا عليها، احنا نلحقوها وين تروح تنلحقوها، يعني ما مستحيل. احنا نضرينا كثير، انا جات في خويا شكون جات في انا نفس الشيء سبحان الله. أسئلة كثيرة تدور في خلد من شاهدوا الحادثة وأيضا من يسمع بقصة نبيل مع المستشار السابق في رئاسة الجمهورية. كيف يسمح لهؤلاء بحمل السلاح وإشهاره في وجه مواطنين بسطاء؟ ولماذا التعامل بمعايير قضائية مزدوجة؟ لماذا يقص القانون على مواطن بسيط سولت له نفسه أو زين له الفقر التورط في سرقة صغيرة، بينما تخرق رصاصات المسؤول الكبير جسد مغترب جزائري جاء ليبحث عن دفء الوطن دون أن يطبق عليه الصرامة القانونية المطلوبة؟ يعني الإنسان هذا اللي أعطاه السلاح ويستعمله هكذا، يعني هذه غير معقول هذه. يعني أنا تكلمت مع الكوموندون تاع لا جوندارميري، كوموندون يعني رتبة سامية، تكلمت معه قلت له هذا الإنسان هذا والقانون هذا اللي يسمح له باش يقتل؟ قال لي احنا اون سيرفيس بلاتوني، عندنا كوابس، عندنا سلاح، ما نقدروش، القانون ما يسمحلناش نستعملوا السلاح الا في كما قال ليجيتيم ديفونس، مي بالكلام مستحيل يقول واش يحب، احنا ما نستعملوش سلاح، يعني الا كنا في يعني في خطر واحد يقولوا يطير عليك ولا تما دير ليجيتيم ديفونس. مي السيد هذا الا كلام، فيه غير كلام تكلم معاه بس يطير عليه بسيبال. وزيد القاضي التحقيق دار له محاوله قتل متعمد بإصرار، يعني إنسان هذا سيت أوميسيد فولونتير بك بريميديتاسيون وتخليه برا، يعني إنسان هذا سيت أوميسيد فولونتير بك بريميديتاسيون وتخليه برا، هذه مستحيل. هذه هذا الإنسان حاول الاعتذار أو ما كان حتى اعتذار، ما في حتى خبر من جهته، راهو الإنسان في داره لا باس عليه، راهو يروح صباح لا جوندارميري يسيني ويعاود يولي لي ليبر كوم تو الموند، اللي تيلي سي 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 جو سي با سي ليان ولا. مي نورمالمون القضاء هنا يتدخل، يعني حتى المينيستر دي لا جوستيس يتدخل في القضيه هذه، مستحيل تعطوا السلاح انتم الناس اللي ما نش عارف انا ما لازم يتحكم في نفسه، علاه اللي يستعمل السلاح؟ خويا يتكلم معاه بلسانه يتكلم معاه بلسانه، علاه يجبد له سلاح؟ كي دار لا ديكلاراسيون الاولى لا جوندارميري قال لهم، سقساه جوندارم قال له كيفاش انت تيري؟ قال له قلقني تيريت. قال له تقلقت منا تيريت عليه. ومن بعد لو لوندوما مع لافوكا في تنس كي جاز قبل ما يجوز عند البروكيور عند لو جوج دانستركسيون قال له بون يكون سيرمون عطالو دي تريك هذا باش يهضر. كي دخل عند جوج دانستركسيون قال له كيفاش باش تيريت؟ قال له جبد عليا الموس. انا قالها لي لو جوندارم، قال لي دو فيرسيون كي سون كونتراديكتوار. قال لي كيفاش نتايا لا بروميير فوا تقول تقلق تيريت ومن بعد جبد عليا الموس؟ دونك لا دوزيام سي اون انفونسيون. اه ميم لو جوندارم هذاك لو كوموندون قال لي هادي ما سا كول با. قال لي كيفاش؟ قال لي حنا اون برون لا بروميير فيرسيون. اه دونك لي جون هادو يفو لي ديزارمي، لي جون هادو يفو لي ديزارمي، سي با بوسيبل، اون بو با فيف افيك دي جون باري. سبحان الله. او سي جاي الدنيا صغير مازال صغير 66 سنه، روح على روحك خلاص يا بون، خلوا الناس تعيش يا صاحبي. الله العظيم خرجوه من دار الشرع تاع تنس، قال لك خرجوه بلي ما نوت لي جوندارم الدعوه. ومن بعد من تما قال لك راه في دار، قال لك راه في دار، قال لك راه سي كونترول جوديسيير جوديسيا، قال لك يصبروا حتى يلحق شراره. ومن بعد زدنا رحنا حنايا طلعنا للتنس ولا سقسينا على شوكا، قال لك البروكير هو اللي يدي سيلا حق ذات ما تقدر دير والو. بلاش انا عاد انا ماشي وقت علي نخمم تخمم، شو انا يا بهادو ما بروكيرور ودار شراع خلاص ما راحش نحكوا على الحكايه، انا جيت باش نفكروا بك الناس واش وصرا.
باش يعرفوا شكون نبيل. نبيل هنا نعرفه هنا في لندن، نبيل سيبيك انيسيان اللي عنده دماء منور، يجي له تي بارتو. انا كنت ملي تبني طلبي تاعي عندي بروبليم بعد ما دابيك ان شاء الله نكملوا. قول لي كومون صار فيك تي حياتك؟ نقول لك حاجه عادل، انا باش نقول لك تسمى شقلت انا بولاس دوك راني نشوف راهي تسمى بزاني حي تسمى خلاص تسمى واحد ينحي بزاف صوالح من راسه. كاين حاجه تسمى من الامر تاع الخدمه شويه دوك عباك واحد دوك عنده انا عباك الخدمه تاعي تسمى بريدك يدين سحق يدين ماشي قال واحد تسمى راه في كمبيوتر يقدر يستعمل يد ولا يستعمل راسه ولا يكتب بون يد جات في لاكوش تسمى شويه الحمد لله بصح كوما نسحقهم عباك الله ميكانيك لازم زوج يدين يعني بالنا باش نحل قرعه ما نقدرش الور وزيد قال لك تسمى تقعد حتى 3 شهور تسمى عندك 90 يوم باش يشوفوا العظم ولا تحكم بلاصتو ولا ما كاش قال لك يعاودوا يديروا لك ان بلاك باسكو هنا داروا لي دو بروش هنا في الانجليز هنا في الانجليز عندي رونديفو لو 28 خلاص هم بعثوا لي البارح بريا لو 28 عندي نروح نشوف يديروا لي بو هذه تسمى نهضر لك في الجزائر الجزائر كي داروا لي البلاطو هذا قال لك لا راه عندي حبيت نهي هذيك الطبيبه هذيك ونسيت اسمها على كل حال يعطيها الصحه علاش نحيوها الور قالت لك تسمى تريح 90 يوم هذا واش عاد نشوفوا هنايا وداروا لك في الجزائر هذا واش راه هنا في الجزائر وهنا مازال ما شافوكش هنا في هنايا رحت له البارح باسكو هنا واش عندي هنا العدل عندي كي دخلت لي الحبه تاع الرصاص قطعوني هنايا باش داروا لي لي بروش ولا الور كانوا عندي وعندي واحد سي بوان هنا اوكي نقطعها هكذايا الور رحت الخطره هذه باش نحاولي لي زاغراف عباك لي زاغراف ما لازمش تقعد منهم بزاف سينو اللحم يتربع عليهم ايوا الور رحت واش داروا قطعوا لي غير هذا البلاط حلوها نحاو لي زاغراف ديزانفيكتاوها وكذا باسكو قال لك لوك لازم تبدا تجوز عند سبيسياليست ماشي عند السبيطار تاعي ارجونس ولا سبيسياليست باش يعاود يشوف لك مليح العظم الور عطاوني قالوا لي تسمى بول لانستو راك مليح تسمى ماشي ما عندكش انفيكسيون ولا عندك نفخ ولا قال لك تقدر تستنى الور 28 تجي نبداو نتريتيو كل دار جديد حكيت لهم على الحكايه تاعك واش قالوا انا مازال ما قعدتش مع طبيب تسمى اللي تقدر تحكي له عباك كي تروح سبيطار ايمرجنسي ماشي طبعا الاطباء ماشي ايه تسمى يشوفك هو واش عندك وسوتو كي يشوفوا بلي اوريدي تسمى راهو البلاط هنا لو كان هما رايحين يديروا البلاط وراح يبداو يسواني وكم دار جديد يسقسيو بصح كي يسيبوا بلي عندك بلاط وقدام تسمى يقول لك تسمى انت كثري تي وقت ديجا تسمى انت خلاص راك عندك حكايتك اوكي وكيفاش مع الدراري مع سعيد مع الخدمه مع يا خويا عادل لازم واحد كيما يقول لك مو فود فهمت كيف زعما واحد لازم يمشي لقدام ما نكذبش عليك باسكو واحد واش جاز عليه لو كان تعاود تولي ومع هذا مع الباراسيون والواسم عباك زيد اثر عليك تروح فيها كاع الور خلي دوكا ماشي وقتها دوكا تما كيما يقول واحد الدراري راهم في المسجد الحمد لله ويقراو وحنا هنا تعرف عادل راك عايش هنايا ما عندناش مشاكل خو دوك خدمه واحد لازم يبدا يعاود يدخل في الحياه نورمال يدخل في لا روتين وخلاص واش نديرو نقولوا بلي ربي كتب لنا هكذا وخلاص واش ندير ما عندناش لو شوا لازم تكمل باسكو انايا كيش تروحي بلي ديجا مازال حي مازال لك ربي زاد عطاك ان شونس باش تعيش تسمى ما تخمم في حتى حاجه دوكا خلاص يعني خلاص كنا نروحوا للشراع ونسبحوا وما كانوا لا شوف كل واحد يدي حقه في هالدنيا هذه دوك هذا ولا ربي راهو كاتب له يخلص ولا ربي ماهوش كاتب له يخلص ربي راهو على بالو واش كاين خلوه على ربي باسكو كيما يقول لك دوك لافير راهي في الشرع واحد كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو دوك نتايا ولا عندك سلاح باش تدافع على روحك هذيك كي تدافع على روحك راك مسؤول عليه هذا سلاح هذا دوك ماشي قال عندك مانيش عارف انا يا رافد كريك تحتك ولا رافد مانيفال خاصة الدولة اللي عطاتو لك الدولة عطاتو لك وراي فهماتك وراك على بالك وكنت تخدم في الدولة انسان خدم في الدولة ما راكش قال واحد هكذاك كان مستشار رئاسي مستشار رئاسي هما على حسب ما يقول لك هكذا قال لك كان مستشار رئاسي تاع في وقت يمين زروال ليه الور دوك واحد اللي يخدم في دولة وعلى باله بلي هذا شعبي اللي ما عنده والو هو راه مسلح الله ما راك مسؤول كيما تكون مسؤول على نامبورت حاجه راك سوق في طوموبيل تدحس واحد
راك مسؤول هو انتك سوق في طوموبيل راك مسؤول على واش راك دير. ما تقوليش انا كنت نهضر في التليفون ولا عيطوا لي ارجون ولا جاي مانيش عارف عندي ارجون كنت نحس الناس باسكو عندي ايمرجنسي نحس. نو راك مسؤول خويا يعني كاين ناس تقطع كاين ناس تواسي كاين ناس تشوف لازم تحسب للناس. ايه ماشي انت انت عندك سلاح شكون تراك شكون تدير الكوراج بهذاك السلاح. كيف العائله تاعك مسلمين بالامر هذا العداله دايرين ثقه في العداله العداله هي اللي تاخذ بالحق دوك على حسب ما نقول لك هي بيان سور واحد لازم يدير ثقه في العداله دوك بور لانستو هنايا واحد مازال ما شاف والو لازم يدير ثقه في العداله باسكو انا جامي رحت العداله وما عندي مشكل مع حتى واحد الور جو بابا وانا ما درت والو لو كان سما السيد قال درت له وعنده مشاكل معايا ولا من بكري بيناتنا خلاف وضربته وكذا والخطره انا ما عندي والو معايا يا با يو كونتاكت معاك مع الدار مع العائله مع العجوزه مع انا بقول لك ما زال مازال ما كان حتى كونتاكت مازال ما كان حتى كونتاكت انا في السبيطار ولا واحد ما جا من جهته لي قال تما هذا جاي ما جاوني فاميلتي اللي يعرفوني اللي كانوا معايا بصح من جهته ما جاني حتى واحد جاني حتى واحد اللي قال نشوفك شنو نديرو ولا نطلبو سماح ولا نشوفو ما على باليش انا يعني ما على باليش انا كيفاش راهم يخمو ما على باليش انا شفت هكذا براسك جاتك هكذا براسك وحمل ايه دوك ها واش تحب دير هذا دوك اللي كيما يقولوا دوك هاي طفرت ايه طفرت دوك اللي طفرت وواحد يقول الحمد لله تاني دوك الضربه راهي جات وجات تما كيما يقول لك ربي يخففها شويه خير من اللي واحد هاي ضربه في الراس عاد شو راهي خويا يعني شوف ضربه في الراس عباك باللي ما كاش حاجه واحده اخرى كيما هذه لو كان بالك كنت دي بوزيسيون واحده اخرى دايره هاك تدخل لك هنا تروح لك الداخل عاد خلاص هادي حتى ولا عشت تعيش مدروش ايه ما تعيش نورمال ما تعيش انسان تاع اللي كيما كنت بوجيك في ما على باليش انا في رجل العظم ولا تقدر شويه كوم مع مورا ترياجي تخمم تدخل بصح في مخ في مخ غير كيما نقول لك من الموت وخلاص واش تقعد تعيش هكذا كاع بصح بوست ما كاش ابروش من العائله تاعو ولا منه ولا غير اسكو تقدر تعاود تولي انت لدارك تعاود تروح باكونس انا نروح عادل نروح نروح انا نروح انا باسكو دونك انا ما عندي مشكل مع حتى واحد نروح نورمال انا عادي نروح نورمال نروح نورمال ما عندي بروبليم مع حتى واحد ما ايه واش تما هذا شخص راح يزيد يدنا ولا راح شاح يدير تما هكذاك تما دوك واش نقولو هذا سي غراف مع الاخر يجي واحد يتبلع يقتلك وتزيد تخاف منه ما تحبش الجزائر مي هذه بزاف هذه اخو هذه تما لا ما شكيتش انا لي اخويا دولة العدالة هي اللي تحكم هذه العدالة هي اللي تحكم حنا نديرو الثقة في العدالة دوك تاعنا تاع بلادنا اللي نملوها باسكو هذه صرات لي في الجزائر وجيت هنايا كيما يقول لك ضيف عندهم ديجا الجزائر كاع ماشي عند في دارنا كنت ضيف نورمالمون هما يتحملوا المسؤولية على واحد اللي غلط في حق واحد تسمى هذا ما كاش اللي يسمع ومن بعد الدوله تاعنا ولا كما يقول لك وقعت فيها واسمو منا ومن الفوق وعلى باليش حكايات هذوما ومن بعد تولي حكايه واحده اخرى عاد انا باسكو باش نسمع فيها غير سوتو ولا تسمى شت روحي بلي راني مظلوم وزادو وما حبوش يعطوني حقي والله ما نطلقهم انا عاد والله ما نطلقو غير مانيش عارف لو كان وين نروح معاه ونعطيلو الوقت ما نزربش كاع ما نقلقش كاع روحي نعطيلو الوقت نولي بالعقل حتى ندي حقي انا تفاصيل وقت تهضر على لا فونجونس ايه باسكو انت عادل كيف هذوك انت شغل واحد يتيري عليك ويزيد ما يدير لك حتى قيمه ويزيد العداله انت تروح في حقو تقول لك هادي ما على بالي بون حنا مازال ما قلناش عادل بصح نخلوها من بعد هادي نخلوها نشوفوا مور العداله واش تحكم. هل تنتصر العدالة الجزائرية لقضية نبيل وهي قضية كل المواطنين البسطاء أم أن ملف هذه الجريمة سيطوى مثل ملفات كثيرة مشابهة يحفظها الجزائريون عن ظهر قلب؟ ملفات وجرائم كثيرة تورط فيها كبار المسؤولين وأبناؤهم وخرجوا كالشعرة من العجينة.
في مثل هذه القضايا عادة ما ينتصر أصحاب النفوذ على الحق والقانون، لكن نبيل يبدو جاهزاً للتعامل مع هذا السيناريو. العدل المطلق لا وجود له في هذه الدنيا، لكن في بريطانيا التي يحمل نبيل جنسيتها هناك حق وحقوق وقانون يسوي بين الجميع. نبيل ينوي استئناف قضيته أمام محاكم بريطانية أوروبية وإبلاغ المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في حال ما تعامل القضاء الجزائري باستخفاف مع قضيته وغض الطرف عما اقترفه المسؤول الكبير صاحب النفوذ. يبي ينسير عد واحد ماهوش يقول تحكم معايا أنا ولا عد وخلاص. أنا أمر واحد آخر كاين لي كليون تاعك يستناو فيك واش تقدروا فيها. يا خويا أنا ديجا يعطيهم أنا لهنا يعطيهم الصحة بزاف، ولا غير كاع لي كليون جينيرال كاع ماشي غير توانا، كاع لي عرفوني كاع يعطوني وسوتو توانا. ولا اليوم جا واحد قال لي نديك معايا للويشم، قال لي باسكو لازم تجي، قال لي راهم تما هبلوني راهم يستناو فيا. يعطيهم الصحة، والله يعطيهم الصحة بزاف. وتوانا تعرف كي تكون حاجة كيما هكذا سوتو حقرا ولا يوقفوا معك.